السلام عليكم. صاحب اعتراف النهاردة بيقول ما بعرفش احط حدود مع البنات، وحلقة النهاردة الحقيقة ان هي للرجالة بكل اعمارهم من 16 سنة فيما فوق. واسمحوا لي ان انا ابدأ بتعديل بسيط، بدل مش عارف احط حدود هتبقى مش عايز احط حدود في التعاملات مع البنات. والحقيقة الواقع بيقول والعلوم النفسية بتقول ان الراجل بيكون مبسوط كده. احنا في الاصل اتربينا على شويه معتقدات ومفاهيم، يعني ممكن تكون قديمه شويه بس هي راسخه لحد النهارده. الولاد عايشين بنفسيه ان الولد الجامد اللي يقدر يكسر الحدود مع البنات ويعلقهم بيه، كلام قديم بس مسيطر. وفي بحث نفسي اتعمل سنه 2000 على سايكولوجي توداي بيقول ان علاقه الراجل ببنات كتير بتقوي احساسه بذكورته، هو شخصيا بيحس برجولته من خلال العلاقات دي. والنهاردة في ترند بقى له كذا سنة، I'm open minded، أنا راجل منفتح، فيسلم على البنات عادي ويبصهم وهو بيسلم عليهم عادي، وهي بتقبل ما عندوش مشكلة، ودي الشياكة إن هو بيهزر وبيسلم والدنيا يعني مفتوحة شوية، وبيعتبر إن هو كده متطور وعقليا منفتح. وكان في واحد قريب بيحكي لي إن هو كان مهندس ديكور في مشروع، وكان بيعمل بيت لست محترمة جدا بس هي مطلقة، وكان معاها صديق ليها، هو يعني زي ما بيقولوا كده انتمها والبيست فريند بتاعها، طبعا حاجة غير مقبولة يعني ولا عرفا ولا دينا. بس بيقول انا شفت الراجل اول ما بيجي بيسلم عليها سلام كأنهم اخوات، حط ايده على كتفها والست ممكن تكون بتتعامل بحسن نية لكن الله اعلم بنيته. هو اكيد مبسوط من العلاقة دي وعايزها تستمر كده، بس هو ضد الفطرة. ربنا ما خلقش راجل ينفع يتعامل مع الست بالانفتاح ده بلا أي شهوة بلا أي أغراض. وفي واحد بيهزر بالكلام بإيحاءات ويلمح وهو بيتعامل مع النساء، وده طبعا غير متعة الشعور بأن البنات معجبة بيه، غير متعة المصاحبة أنه صاحب بنته ويخرج معاها. وطبعا لو العلاقة اتطورت ووقعوا في الحرام ووعدتها انك بتحبها وحسستها ان هي يعني ملك ليك وان انت يعني وفي ليها، مشاعر كتيرة جدا الراجل بيدور فيها، وبسبب كل ده هو مش عايز يحط حدود. الحقيقة انك قدام المتعة دي بتخسر كتير جدا في الدنيا وفي الاخرة، ممكن تكون خسائر انت مش عامل حسابها ومش مدركها. بس الحقيقة ومن الاخر الموضوع خطر وأخطر مما تتخيل. من أول الخسائر وأكبرها إن أنت بتحط حدود بقى وتحط عوائق بينك وبين الله ورسوله، لأن أنت مسؤول عند ربنا وعند النبي على الحفاظ على كل بنت في دايرة حياتك، سواء في شغلك سواء في جامعتك سواء في الشارع، أنت مسؤول عن سمعتها وعن عرضها، مسؤول تحميها على الأقل من نفسك. لكن كبيرة قوي عند النبي وكبيرة عند ربنا انك بدل ما تحميها انت اللي تأذيها، تعلقها بيك بقى، تتعامل بشكل منفتح وتلمسها، اهم حاجة ترضي نفسك وترضي رغباتك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع وصى بمنتهى الوضوح كل رجال ممكن نقول الدنيا. النبي قال بوضوح الله الله في النساء، الله الله في النساء، حافظوا على عرضهم ما تلعبوش بيهم. والنبي في حديث تاني وصى بوضوح وقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، انتوا مسؤولين عنهم احفظوهم، فمش انت اللي تكسر حدود في تعاملاتك معهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخياركم خياركم للنساء. تعرف النبي بيعمل ايه؟ النبي يقولك انت المسؤول، أنا هستلم منك أنت أمتي من النساء وغير أمتي كمان. النبي بيحملك وأنت ماشي في الشارع كل ست بتقابلها وأنت ماشي في الشارع بتعمل معاها الإيه؟ النبي بيحملك مسؤولية وأنت ماشي في الشارع كل ست بتشوفها بتحترمها وبتقدرها وبتديلها حقها وخصوصيتها ومبصلهاش ولا بتعتدي عليها بنظرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كمان قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم للنساء. وأحسن واحد عندي وعند رب العالمين
أكتر واحد بيحط حدود بيني وبين النساء وبيحافظ عليهم وبيعاملهم كلهم كأنهم أهله، كأنهم أخته، ما بيرضلهمش إلا اللي يرضاه لأهل بيته. والمستوى الأعلى في الخطورة كسر الحدود مع المتزوجات. يبقى أنت بتهد بيت ومش فارق معاك. والنبي كلمنا عن الصورة دي وقال ليس منا من خبب امرأة على زوجها. عارف يعني ايه خبب؟ يعني افسد. والعلماء قالوا ان ده مطرود من رحمة الله. طب ليه القسوة دي؟ هو عمال يهد في بيوت المسلمين، بيكسر الحدود مع واحدة ويفسدها على بيتها ويدمر البيت ده، وبعد كده يعمل كده مع التانية. هو عمال يدوس على البيوت كأنه ماشي عمال يشوط البيوت دي ويهدمها وهو مش حاسس. والله أعرف قصة، ومش قصة يعني، عشرات القصص بالمنظر ده. الشيطان له عرش على الماء، بيجمع أولاده ويسألهم أنت عملت إيه النهاردة؟ فيقول له أنا خليته يعمل كذا، خليته يعمل كذا، لحد ما واحد يجي فرقت بينه وبين زوجه. فالشيطان يقول له أنت نعمة أنت، ده الفساد الأعظم. فالراجل اللي بيعمل كده، اللي بيستغل واحدة متجوزة هو عارف نقطة ضعفها وفي الآخر يهد بيتها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا، ده بيلعب نفس لعبة الشيطان. الحاجة الثالثة والخسارة الكبيرة، إنك كما تدين تدان. ومش كما تدين تدان معناها إنك هتتأذي في عرضك زي ما أنت أذيت أعراض المسلمين، لأن ربنا عادل، لا أختك ليها ذنب ولا مراتك ليها ذنب ولا بنتك ليها ذنب. لكن كما تدين تدان، زي ما أنت هديت بيوت أنت هتتأذي وأنت هتتهد. كما تدين تدان، ان في الاخره النبي صلى الله عليه واله وسلم هيبقى خصمك، هيوقف لك وهيحاسبك، ومش هيسيبك عشان عرض كل بنت هو وثاق عليها وكل ست وانت قفتها. في بحث نفسي اتعمل على سايكولوجي توداي، نص على شويه حاجات نتائج الاختلاط الخطا وكسر الحدود مع النساء، وبيكلم برضو الراجل. بيقول ان الراجل اللي بيعمل كده هيبقى عنده شعور بعدم استحقاق الحب. هو هيبقى دايما من جواه كاره نفسه، مش قادر يحترم الحب، ومش قادر يعمل علاقة شرعية سليمة مع ست، لانه استخدم الحب ده في اذية غيره. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. وقالوا كمان ان فساد العلاقة الاصلية حتمي، ما يعرفش يحافظ ابدا على علاقته مع انسانة، لانه طول الوقت هيشك فيها لانه هو بيلعب بالناس. وفي نفس الوقت الضرر النفسي، دي النقطة الثالثة، اللي سببه لغيره هيولد عنده ضغط نفسي. هو من الاخر بني ادم، هيبقى دايما جواه شعور بتأنيب الضمير وبالعار، الشيم والجلد هيفضلوا طول الوقت ينهشوا فيه. وفي نفس الوقت استغلاله العاطفي، ودي النقطة الرابعة، استغلاله العاطفي اللي حصل للناس خلال رحلة حياته، بيجي حد أقوى منه يعرف نقاط ضعفه ويستغل عاطفيا. كلام ده موجود على سايكولوجي توداي، كلام نفسي بحت. بس هو سبحان الله قوانين ربنا في ملكه وحده. والنقطة الخامسة، بيقولوا ان هو هيستقل بكل إنسان هيشوفها علشان تبقى شريكة حياته، بسبب العلاقات المتعددة حتى البسيطة أو القصيرة اللي عملها. ما هو كلام ربنا ما ينزلش الأرض. ربنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ما تبصش على رزق غيرك، ربنا هيرزقك واحدة، احفظها واكرمها زي ما النبي وثاق عليها. الموضوع كبير مش صغير، وعشان كده سيدنا يوسف قال لربنا على طول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الطريق ده طريق وحش، ابعدوا عني يا رب. سيدنا يوسف كان بيحتمي في ربنا، وانت كمان احتمي في ربنا. بدل ما تقول مش عارف أحط حدود، لا، قول لربنا عني إن أنا أحط حدود بيني وبين النساء وأتعامل معهم باللي يرضيك ويرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأني مش حمل إن أنا أقف الوقفة دي. طب هو فين مسؤولية الستات والبنات في الموضوع؟ هو انت ليه طول الوقت بتكلم الرجالة في الموضوع ده؟ لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى الرجال على النساء لحكمة يعلمها الله ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا اللي تحملنا مسؤولية حمايتهم. الرجالة النهاردة هم اللي بيدعموا الانفتاح على فكرة،
هما اللي بيورطوا النساء بنسبة كبيرة في الانفتاح، وحتى لو هي واحدة عايزة كده طالبة كده انت ما تشاركهاش في قضية نفسها. وبنشوف الرجال اللي بيستغلوا السيدات والبنات الأضعف نفسيا والأضعف عاطفيا، وهو عارف ان هي لو حبته هيوجهها للسكة اللي هو عايزها وبيضرها وهو واعي. والسؤال، هنفضل لحد امتى نعتبر الحرام فرصة؟ وده بيدور بين الرجال، ان هو واحد يقول له دي فرصة، ده انت تقدر تاخد العلاقة معاها لمستويات اخرى، لا ده حرام، ما تمشيش ورا شهوتك، انت بتخسر رب العالمين، انت بتعمل ازمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الاخر النبي وصى الرجالة وحملهم المسؤولية وحيسألهم عن نساء امته وغير امته كمان، حافظوا عليهم وبلاش تأذوهم وما تستهونوش بالموضوع في الدنيا ولا في الآخرة.